هند بتلجأ لعدنان وشرط عدنان علشان يبرق وسام، ومعاملة سيئة من زهير لسعاد. تعالوا نشوف أحداث الحلقات الجاية من مسلسل حيرة. في البداية بنلاقي إن زهير بتبدأ تعامل سعاد معاملة سيئة جدا، بسبب إن هي فاكرة إن وسام هو اللي عمل كده، خاصة بعد توقيفه وبعد دخوله على السجن. طبعا وسام قال لهند الحقيني على طول. هند بتلجأ لعدنان وبتقول له إن هي عايزة تخرج وسام، وده لأن هي اللي عملت كده وإن هي اللي ارتكبت الفعل ده وقامت بحرق المحل وبلقيس من غير ما تاخد بالها، فكانتش تعرف إن هي موجودة. لكنها كانت عايزة عدنان يساعدها ويخرج وسام، لأن وسام ممكن يتكلم ويقول عليها وطبعا هتروح على السجن على طول. عدنان قال ماشي أساعدك وأطلعه، بس بشرط، والشرط ده هو إن أبوك يتمم الصفقة معايا اللي كان قبل كده لغاها، وبتوعده هند بكده، وفعلا بتكلم أهلها وبتخلص الموضوع. وعدنان بعد ما بتوصله الأخبار بيروح على طول وبيشوف أحد العمال البسطاء عنده، بيطلب منه إن هو يروح ويقول إن هو اللي حرق المحل، إن هو هيبقى مع المحامي وهيحفظه، يشوف بالظبط الكلام اللي هيقوله ويقوله على طول. وقال كمان إن هو هيقوم له محامي شاطر جدا، وكمان هيدفع فلوس لأهله لأن عنده ولد مريض ولأن أولاده كتير، فاستغل الموقف ده واستغل ظروف الراجل الغلبان. وراح الراجل واعترف على نفسه وبيخرج وسام. وهند طبعا كانت قبل كده كلمت ماما سعاد وقالت لها إن هي هتنقذ وسام زي ما دخل بالظبط، ما كانتش مصدقاها، لكن بعد كده بتتصل بيها وبتقولها إن كله تمام وإن هي فعلا أنقذت وسام. وبيخرج فعلا وسام من السجن. وسهير بتعامل سعاد معاملة وحشة، رغم إن سعاد على طول موجودة في المستشفى مع بلقيس بتشوفهم إذا كانوا محتاجين حاجة ولا لأ. بنلاقي بعد كده هندي بتروح وبتدفع المصاريف بتاعة المستشفى لبلقيس، وكمان ورويدة لما بيعرفوا بيستغربوا وبيبقوا عايزين يعرفوا إيه السبب، وكمان فعلا بيروح لهند علشان يسألها، خاصة إنه بيشوفها هناك بتزور وسام في السجن، بيشوفها من ظهرها وهي ماشية وبيستغرب وبيسأل وسام أنت فعلا عملتها؟ يعني حرقت المحل؟ قال له لأ والله ما عملتش حاجة. قال له أمال إيه هند كانت هنا بتعمل إيه؟ متفقين علينا؟ لكن كان رده إن هي جت تزوره عادي يعني. وبنلاقي بعد كده بلقيس بتخرج وبتروح على البيت، لكن بنشوف بعد كده إن هي بتبقى تعبانة جدا وبتقع كتير وبيغمى عليها، وده لأنها هتحتاج بعد كده عملية، وعملية مكلفة جدا، وهنشوف إزاي هيقدروا يدبروا فلوس العملية دي. الفيديو بيخلص، ورب يكون نال إعجابكم، وأشوفكم على خير في فيديوهات كتير ومقاطع مميزة لمسلسل حيرة. أحبكم كل شيء هواية، باي باي.